أشهر اليوم في مدينة مارب مجلس قبائل دهم بمحافظة الجوف، والذي ستشكل لجانه من قبائل دهم وكل قبائل المحافظة. ويهدف تشكيل مجلس قبائل دهم إلى توحيد الصف وإنهاء الثارات والوقوف صفا واحدا في مواجهة ميليشيا الحوثي وتحرير المحافظة. ودعت قبائل دهم إلى مواجهة التحديات والمخاطر وإصلاح ذات البين وإدراك خطر ميليشيا الحوثي وما تسعى إليه من زرع الخلافات بين هذه القبائل حتى تستفرد بها وتنفذ مخططاتها في المحافظة. تم تأسيس المجلس، وسوف يمضي المجلس قدما وتشكل لجانه ويعلنوا أسماءهم من جميع قبائل دهم وأبناء محافظة الجوف عامة، وأن احنا كالجسد الواحد لا تفرقة. أولا لنبذ الخلافات فيما بيننا وتوحيد صفنا وانهاء الثارات بيننا وتحرير محافظتنا، ونطالب الجوار، نطالب الجيران بالجوار، ونطالب الدولة بحصة قبائل دهم عامة. توحيد أبناء قبائل دهم، وتشكيل تم إشهار الشيخ يحيى مرضي الهندوس رئيسا لمجلس دهم، وسيتم اختيار الأعضاء من جميع القبائل. على كل قبيلة أن تختار من يمثلها في هذا المجلس، ومن اختارته هذه القبيلة أن يكون عضو سيكون عضو للقبيلة. أي قبيلة، كل قبيلة عليها أن تختار بإجماع أن يكون هذا العضو بجانب الرئيس يمثل القبيلة حتى يكتمل اجتماع سمعت أنت قبائل دهم كامل، وتشكيل أعضاء تضم جميع قبائل دهم داخل